الأستاذ الدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، نائبا عن وزير الثقافة الدكتور أناس عبد الدايم في حضور الحفل وتنزيع الجوائز، وذلك لأن معالي الوزيرة اعتذرت بظرف طارئ ولكنها تهديكم السلام وتهني كل الفائزين. حضرات السادة عشاق فن المسرح أبي الفنون، أهلا بكم في حفل ختام هذا العرس المسرحي الكبير الذي أنار جميع مسارح القاهرة في تظاهرة فنية رفيعة المستوى وإقبال جماهيري منقطع المزيج، وعروض فنية عالية المستوى الفني بكل الفرق المسرحية سواء كانت حكومية أو خاصة أو جامعات أو معاهد فنية أو نقابات، وكذلك خدمة تقنية رائعة من جميع دور العرض والمسارح المشاركة في فعاليات هذا المهرجان. وأنني أتقدم بالشكر لكل العاملين بالمسارح من فنيين وإداريين وفنيين. الحقيقة أنا كاني تابع التجهيزات اللي كانت بتحصل في المسارح، الحقيقة تجهيزات رائعة في جميع دور العرض الحقيقة اللي تقدم فيها هذا المهرجان السنة دي، وإن إحنا السنة دي لاحظنا تطور في شكل العروض المسرحية من خلال استغلال الخشبة من تقنيات زيادة، زي إن يبقى في شلالات مية على الخشبة، زي إن يبقى في فكات معينة بالمابنج وبأساليب الإضاءة المختلفة. فالحقيقة إحنا السنة دي كمهرجان شاهدنا إن في تطور عن الدورة اللي فاتت. كذلك شاهدنا الإقبال الجماهيري اللي هو واصل لدرجة إنه ممكن يبقى فيه أزمة وناس مش عارفة تخش العروض لأنه القاعات جوه اتملت. فهنفكر هل نزود أيام العروض فيما بعد بدل يومين إلى ثلاث أيام عشان نغطي هذا، لأن إحنا بصراحة إحنا مش عايزين نخسر هذا الجمهور، لأن الجمهور هو روح المسرح. الحقيقه اللي خطط للمهرجان مش يوسف اسماعيل لوحده، لا، في لجنه عليا محترمه لهذا المهرجان خططت لهذا المهرجان، وكل اللي حضراتكم شفتوه وتابعتوه ده كان بآراء وافكار كل اعضاء اللجنه العليا للمهرجان اللي تسمحوا لي ان انا اذكر اسامي.